تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. طبعا في حصة اليوم سنواصل الحديث عن نهائيات كأس العالم وعن المباراة الهامة بين المنتخبين المغربي والفرنسي المقررة يوم غد الساعة 8 مساء برسم نصف نهائيات كأس العالم لكرة القدم. وطبعا قبل ذلك هذا المساء ستقام مباراة نصف النهائي الأولى بين المنتخبين الكرواتي والمنتخب الأرجنتيني. طبعا في حصة اليوم مستمعينا الكرام كالعادة سنفتح لكم الخطوط بعد الساعة من الآن للتفاعل معنا بخصوص المقابلة الهامة للمنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي. والبداية ستكون طبعا بالحديث عن مباراة يوم غد بالعودة لتصريحات الناخب الوطني وليد الركراكي الذي عقد ندوة صحفية اليوم للحديث عن مباراة الغد. وسيرافقني في الحديث عن كأس العالم وكذلك مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد نظيره الفرنسي زميلي علي بالعياشي. مرحبا علي. مرحبا بك زميل المهدي، مرحبا بكافة المستمعين الرياضيين الكرام. نعم، إذن علي أكيد أن الموعد يقترب أو يقترب الموعد الهام الذي ينتظره الجميع، مباراة المغرب وفرنسا التاريخية ضمن نهائيات كأس العالم قطر 2022. طبعا اليوم هذا المساء الفريق الوطني المغربي سيختتم استعداداته لهذه المقابلة الهامة بإجراء آخر حصة تدريبية. وقبل ذلك عقد وليد الركراكي مدرب منتخب الوطني صباح اليوم ندوة صحفية للحديث عن استعدادات الفريق الوطني لهذه المباراة الهامة والتي تبقى طبعا ربما الآن أهم مقابلة في التاريخ ديال كرة القدم المغربية لأنه نصف النهاية ديال كأس العالم، أليس كذلك زميلي علي؟ وفعلا فعلا مقابلة هامة بالنسبة لنا كمغاربة وبالنسبة للعرب وإفريقيا. الكل غدا سيتابع هذه المقابلة، إذا كان بعض الأحيان يعني المنتخبات اللي كانت تتأهل إلى دور نصف النهائي سابقا في الدورات السابقة فالأنظار كتكون متجهة فقط للدول اللي كتكون أهلة الأربع، فالآن كنقول القارات الخمس تشاهد غدا مقابلة المغرب والمنتخب الفرنسي، لأنه الكل سيشاهد المنتخب الوطني المغربي وسيشجع المنتخب الوطني المغربي، كل العرب كل الأفارقة كل المغاربة لكي توجدوا في القارة الخمس. أقول لأنه الفرحات اللي كانت لك مباراة إسبانيا ولا كذلك مباراة البرتغال أخرجت الجماهير على مستوى القارة الخمس كلها فرحات بها التأهل ديال المنتخب المغربي في الوقت اللي سابقا كان التأهل ديال بعض المنتخبات إلى دور النصف، فكيكون الفرح فقط الدولة اللي كتكون أهلها إلى دور النصف. وبالتالي فالكل ينتظر مقابلة ديال يوم غد الأربعاء، وكنعرفوا بأن كما قال وليد غادي نسمعوا بعض اللحظات المنتخب الفرنسي يختلف كليا عن الخصوم اللي واجهناها في الدور الأول ولا كذلك الدور الثاني ولا كذلك في الدور النصف الربع النهائي. فريق المنتخب اللي كيمتلك هدافي ديال المونديال اللي هما كيليان بابي وكذلك اللاعب اوليفي جيرو، اكيد كما قلت امس بان المواجهه ديال فرنسا غتكون مختلفه عن باقي المباريات، سنواجه بطل العالم ديال النسخه الماضيه. الفريق الفرنسي فريق قوي، الاسلوب ديال اللعب ديالو يختلف عن باقي المنتخبات اللي لعبنا معها في الدور الاول والثاني والثالث. كنعرفوا بانه كنشوفوا في المباريات ديالو السابقه يعتمد كثيرا على العرضيات كذلك على السرعه ديال اللاعبين ديالو في الخط الامامي، عنده خط وسط ممتاز، دفاع جيد، المهاجمين ديال الاطراف لامبابي ولا ديمبيلي سرع جدا. نعم. وكذلك قلب ديال الهجوم جيرو، كل هذا طبعا كنعرفوا بان هذا اللاعب هذا اللي لم يسجل اي هدف في النسخه السابقه ديال روتي ولكن اليوم هو من هدافي ديال البطوله باربعه ديال الاهداف. وكنعرفوا بان وليد الركراكي يعرف ادق التفاصيل عن هاد اللاعبين خصوصا على هاد اللاعب جيرو لانه سبق له باش لعب معاه في نهايه مشوار ديال وليد الركراكي كلاعب
رفقة نادي غرونوبل الفرنسي وكيعتبروا وليد أركراكي تلف ندوة ما بغاش يركز على اللاعبين مبابي ولا جيرو، ولكن كيعرف لأن اللاعب جيرو كيعتبر من أخطر المهاجمين في صفوف المنتخب الفرنسي. نعم. على أي نحن كمغاربة كإعلام مغربي ننتظر مقابلة الغد الساعة 8 ليلا، كيف سيخوض الفريق الوطني المغربي هذا المقابلة؟ الجميل أنه دائما وليد أركراكي كيرسل لنا واحد يعني التصريحات ديالو والحديث ديالو الكلام ديالو دائما يطمئن الجماهير المغربيه، لان التصريحات ديالو كتعطينا واحد طموح اكبر ايضا. ماشي بالسهل باش يقول لك أركراكي نريد الفوز بكاس العالم. نعم. هذا عنوان من العناوين. ماشي بالسهل باش يقول لك نريد دخول التاريخ، عندنا فرصه سانحه لدخول التاريخ ممكن ما تكررش 20 ولا 30 ولا 40 عام، وماشي بالسهل ايضا باش يجبد ايضا في الندوه الصحفيه ديالته اللي ما شفناهاش خصوصا في الاطر الاجنبيه السابقه، ان الفضل في ما وصل اليه الفريق الوطني المغربي وفي تطور كره القدم المغربيه يعود لجلاله الملك محمد السادس. نعم، اذا كما قال وليد أركراكي المنتخب الوطني المغربي طامح في تقديم مقابله كبيره لكي يتأهل إن شاء الله لنهائي كأس العالم لكرة القدم. علي، سنستمع لبعض المقتطفات من تصريحات ديال وليد أركراكي في الندوة الصحفية التي عقدها صباح هذا اليوم. البداية سنستمع للتصريح الأول، هو يتحدث فيه عن مواجهة المنتخب الفرنسي، معاناة المنتخب الوطني المغربي من كثرة الإصابات وطريقة تدبير هذا المشكل هذا، وكذلك تحدث عن العقلية الذي طالب وليد أركراكي الجميع بتغييرها، لأنه الآن عقلية المنتخب المغربي هي عقلية المنتخب البطل. الآن المنتخب المغربي عنده عقلية المنتخب البطل، يطمح في الفوز بكأس العالم. لنستمع للتصريح الأول لوليد أركراكي. Bonjour, السلام عليكم. Bon, bah, on avance dans la compétition et plus on avance dans la compétition et plus les matchs sont de plus en plus difficiles. On va jouer l'équipe championne du monde avec des joueurs de qualité, un entraîneur de grande qualité, le meilleur sélectionneur au monde. Nous, on va continuer sur ce qu'on sait faire avec beaucoup d'ambition pour essayer de créer la surprise et pourquoi pas aller en finale de la Coupe du Monde. Bon, comme tout le monde le sait, on a beaucoup de blessés, mais on récupère bien. On a un staff médical qui est de très haut niveau et chaque jour il y a des choses positives qui viennent avec de bonnes nouvelles. Donc voilà, on attend toujours jusqu'à la dernière minute, c'est ce que j'ai dit depuis le début de la compétition, pour prendre les décisions. Donc pour moi, il n'y a personne qui est out et il n'y a personne qui est in, on va dire. Voilà, on verra demain qui est prêt, qui n'est pas prêt, mais en tout cas, on mettra la meilleure équipe possible et les joueurs qui sont à 100% pour débuter le match. Ben, c'est un peu ce qu'on veut changer comme mentalité. On est venu dans cette compétition avec beaucoup d'ambition et on est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Si on est content juste d'arriver en demi-finale et de se dire que quoi qu'il arrive, on aura réussi notre Coupe du Monde, ben, y en a beaucoup ici qui diront qu'on l'a réussi. Moi, je ne suis pas de cet avis. On est dans les quatre meilleures équipes du monde. On n'est pas arrivé par hasard et on a notre mot à dire demain pour aller en finale. Et on va être dans cet état d'esprit, en espérant que, comme je l'ai dit depuis le début, que notre adversaire ne va pas nous respecter, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est vrai que s'ils jouent à leur meilleur niveau et qu'ils nous respectent, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais nous, on a confiance. On a joué les grosses cylindres du mondial. On a peut-être le parcours le plus difficile. À chaque fois, on nous prédit l'élimination et on est encore là, avec nos valeurs. Donc non, aujourd'hui, je disais en début de compétition qu'on rêvait de gagner la Coupe du Monde. Plus on avance et plus on est proche de notre rêve. Donc voilà, on va se battre demain pour aller plus loin. إذن كان هذا التصريح الأول ديال الناخب الوطني وليد أركراكي، سنعود له بعد هذا الفصل الإعلاني. أرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج نقاش في الرياضة. أذكر أنه دائما أنوب عن زميلي سعيد زادوق الذي يغيب اليوم أيضا
بسبب نزله برد خفيفه، وان شاء الله يكون في كامل الصحه ديالو في الايام القليله المقبله. زميلي علي بالعياشي، سمعنا التصريح الاول اللي قال فيه وليد الركراكي بانه مع تقدم المنافسه للمباريات تصبح مباريات قويه، سنواجه بطل العالم بلاعبين مميزين ومدرب مميز، سنحاول اكمال ما بداناه لتحقيق نتيجة إيجابية. بالنسبة للإصابات قال لن أحسم في الغيابات، والمهم أن اللاعبين الذين سيلعبون غدا سيكونون جاهزين بنسبة 100%. جئنا بتفاؤل كبير وجئنا من أجل تغيير عقلية إفريقيا. طبعا نحن الآن مع الأربعة الأقوياء في العالم، نحن هنا غدا من أجل التأهل للمقابلة النهائية. جميل تصريحات وليد الركراكي. واكيد يعني هذا هو السمه البارزه خلال كل ندوات ديالو، يعني منذ اول مقابله ضد كرواتيا الى الندوه ديال يوم امس. فالتصريحات كيعطيك تفاؤل، كيعطيك عزيمه، كيعطيك اراده، ماشي فقط غير اللاعبين ولكن حتى الاعلاميين، حتى الجمهور المغربي ايضا يثق كثيرا في التصريحات ديالو. كذلك بدا كيثق الفريق الوطني المغربي، لانه اليوم كيقول علاش ما نفوزوش على المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي كيلعبوا اللاعبين ديالو ايضا في ابرز واحسن الفرق الاوروبيه، ايضا الفريق الوطني المغربي اللاعبين ديالو كيلعبوا في احسن الفرق الاوروبيه. الا كان بابي كيلعب مع الفريق باريس سان جيرمان، ايضا عندنا اشرف حكيمي كيلعب مع فريق باريس سان جيرمان. اكيد يقول وليد بان المنتخب الفرنسي عنده تجربه علينا من خلال الفوز بكاس العالم، بكاس اوروبا، باللاعبين، بالمدرب ديالو ديدي ديشون، ولكن هذا كما قال لا ينقص من عزيمه الفريق الوطني المغربي. وقال واحد الكلمه انه خاطئ من أعتقد بأن الفريق الوطني المغربي حقق المراد من المشاركة في كأس العالم. يعني يكتفي بدور نصف النهائي. قال بأن الرسالة اللي بغى يوجهها اليوم هي أننا نريد التأهل للمقابلة النهائية، وبالتالي هذا الكلام ماشي كلام فارغ من هكذا، ولكن يريد أن يذهب إلى أبعد مدى، وربما لن تتاح لنا الفرصة أو لمنتخب إفريقي هذه الفرصة اللي كان الآن أمام الفريق الوطني المغربي لكرة القدم. إذا شيء جميل كما قلت الأخ المهدي أن نشاهد هذه التصريحات ديال وليد الركراكي اللي كتعطينا كما قلت واحد الطموح ورغبة أيضا لكل الجماهير المغربية. وكما قال وليد هذه الفرصة هذه كما كنقولوا بحال شي هدف، هدف كيجيك حدا الشبكة، يعني فرصة لا تعوض، يعني فرصة أمام المغرب باش يتأهل مقابلة نهائية، والتأهل للنصف النهائي فهو في حد ذاته إنجاز. ولكن كنأكد واحد الكلمة ما عرفتش غنسمعوها ولا لا، ولكن خصنا على الأقل ننتظروا، على الأقل ننتظروا واحد 40 سنة أخرى ريثما ممكن يوقع هذا الإنجاز يحقه الفريق الوطني المغربي. وبالتالي قال غدا عندنا فرصة سانحة لدخول التاريخ والتأهل لنهائي كأس العالم إن شاء الله. نعم، هذا ما نتمناه طبعا، أن يتم استغلال هذا الفرصة أحسن استغلال والتواجد بإذن الله في المباراة النهائية. نستمع للتصريح الثاني هذه المرة، يعني في إجابته على أحد الأسئلة تحدث عن نجم المنتخب الفرنسي مبابي الذي سيواجه الزميل ديالو في باريس سان جيرمان ولاعب منتخب وطني مغربي الظهير الأيمن أشرف حكيمي. لنستمع. S'il y a un joueur qui le connaît mieux que moi, c'est Achraf. Hein. Il s'entraîne tous les jours avec lui. Donc s'il a une idée précise du joueur qu'est Kylian, c'est lui qui le sait. Donc non, on va pas mettre en place plus de dispositifs tactiques ou quoi que ce soit par rapport à Kylian. Parce que malheureusement pour nous, il n'y a pas que Kylian. Quand on voit Griezmann, la qualité du joueur que c'est entre les lignes, quand on voit Ousmane, qui est pour moi le complément parfait de Kylian. Voilà, le danger, il vient à gauche, il vient à droite. Donc si on reste que focus sur Kylian, on fera une erreur. On va jouer collectivement. Achraf, c'est un des top players au monde aussi à son poste. Donc voilà, ça va être un beau duel entre les deux. Ces deux champions, je pense qu'ils ne vont pas se faire de cadeaux. Donc voilà, c'est que nous, on ne se focalise pas que sur Kylian, on se focalise surtout sur l'équipe de France, sur les problèmes qu'on peut leur poser. Et puis après, à l'arrivée, forcément, les problèmes qu'on peut poser, il faudra annihiler un peu Kylian, mais pas que. Et Achraf, le concernant, j'ai aucune inquiétude qu'il sera à 200%, qu'il est surmotivé pour, pour,
pour battre son copain. Now we play same of club, not of national team. Everybody work. Everybody want to give our best in every game. And we play a collective game every time with a good spirit. And the spirit for me is everything in the football. It's more important. And with the heart and the spirit. Before we continue with the questions. Quand tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde, si tu n'as pas faim à ce moment-là, c'est faire une demi-finale de Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a la meilleure équipe de la compétition qui est déjà sortie, c'est le Brésil. Ils ne vont pas avoir la demi-finale, donc voilà. Et ils le savent, on est une équipe ambitieuse, on a faim. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Je pense que ça peut, avec l'état d'esprit. On est confiant, on a envie de réécrire l'histoire, on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde. Et ça, c'est une des valeurs qui va être importante pour demain, parce qu'il faudra être fort pour nous sortir de la compétition, même si je sais que tous les pronostics sont contre nous, mais nous, on a confiance. Alors peut-être qu'on est fou, mais c'est bien d'être fou. Mais nous, on a confiance, je le répète. Et on n'est pas fatigué, je le répète aussi. Donc si ça peut les embêter jusqu'à demain, parce qu'apparemment, ça veut être rassurant à dire qu'ils vont être fatigués. Non, on ne va pas être fatigué. Depuis le début de la compétition, tout le monde dit qu'on va être fatigué, on ne va pas être fatigué. Tu ne peux pas être fatigué à une demi-finale de Coupe du Monde. Donc on a faim et on n'est pas fatigué. Non. إذن كان هذا وليد الركراكي في التصريح الثاني زميل علي اللي تحدث فيه عن كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي والمواجهة ديالو يعني ضمن المقابلة أمام الزميل ديالو أشرف حكيمي. الركراكي أكد على أنه المنتخب المغربي سيركز على المنتخب الفرنسي وليس على مبابي لوحده، لأنه مبابي فقط فرد من أفراد المنتخب الفرنسي. وبالنسبة المواجهة اللي غتجمع بين حكيمي ومبابي، قال بأنه أشرف حكيمي فهو متحمس وسيكون جاهز ل يعني هزم الصديق ديالو في فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي. ومجديد أكد وليد الركراكي أن المنتخب الوطني المغربي جاهز للدفاع عن حظوظه من أجل التأهل للمقابلة النهائية. وفعلا المهدي طبعا كنعرفوا بان الندوات ديال وليد كتكون فيها شيء من الذكاء. طبعا مبابي اكيد كما قال ما غاديش يتمركز التركيز عليك هو، لان المنتخب الفرنسي كيلعب ككتله واحده. ولكن الا بغينا نكونوا صريحين مع انفسنا، لان لاعب مبابي هذا لاعب اللي فقط عنده 23 سنه، والا جينا نشوفوا هاد اللاعب اللي نجح في تسجيل حد الان 9 ديال الاهداف. في 2018 سجل 4 وفي 2022 سجل 5 ديال الاهداف. وهنا كتبين بان قوه هذا اللاعب. انا كنقول هذا لاعب باقي عنده 23 سنه، هذا لاعب مبابي على بعد فقط 7 ديال الاهداف وغادي يتساوى مع الالماني ميروسلاف كلوز، الهداف التاريخي ديال المونديال اللي سجل 16 الهدف. هذا لاعب مبابي اللي سجل مع المنتخب الفرنسي في 33 هدف، وبالتالي اصبح على بعد 4 ديال الاهداف من التساوي مع اللاعب كريم بنزيما المهاجم المنتخب الفرنسي والهداف او في القائمه ديال الهدافين ديال المنتخب الفرنسي. مبابي ايضا كيتصلوا 21 هدف باش يحطم الرقم الخاص ديال الزميل ديالو جيرو اللي سجل 53 هدف بقميص المنتخب الفرنسي، ولحد الساعة هو الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي. اللاعب مبابي واخا تحدث عليه الوالد الركراكي بانه ما غاديش تكون عليه يعني التركيز الكامل على اللاعب مبابي، ولكن على اللاعبين كاملين، ولكن ما نساوش بان مبابي في المقابلة ديالته ديال المغرب غدا وكذلك الترتيب او المقابله النهائيه غادي يوصل للمقابله 14 في المونديال. انا كنهضر على هذا اللاعب وفقط عنده 23 عام، يعني باقي المونديال المقبل كينتظروا. هذا لاعب اللي قريب يتساوى مع ميشيل بلاتيني، لانه لعب 7 المباريات في سنه 2018 والان هو في الطريق للعب يعني 7 ديال المباريات.
فعلا هذا لاعب كما قلت حاليا يتساوى مع الاسطوره ديال كره القدم الفرنسيه ميشيل بلاتيني اللي شارك في 14 المقابله ولكن ثلاثه ديال النسخ. كنعرفوا بان الحارس لوريس هو اللي كيتصدر ب 18 المقابله وايضا على بعد 4 ديال الاهداف فقط في هذا المونديال ولا المونديال المقبل لمعادله رقم فونتين هداف المنتخب الفرنسي التاريخي في كاس العالم. وبالتالي لاعب كيليان مبابي لاعب ماشي عادي، لاعب اللي غادي يشكل خطوره، كيبقى الطريقه اللي غادي يتم بها محاصره هذا اللاعب بالاضافه لباقي اللاعبين. هذه هي التصريح ديال وليد الركراكي اللي كان فيه شيء انه شويه من الذكاء للتخفيف من الضغط اولا على اللاعبين وكذلك لايصال واحد الرساله للاعبين ديال المنتخب الفرنسي وكذلك مدرب المنتخب الفرنسي. كيليان مبابي سجل لحد الساعه كنعرفوا المنتخب الفرنسي سجل 11 الهدف وحنا سجلنا 5 ديال الاهداف، ولكن المنتخب الفرنسي دخلت عليه 4 ديال الاهداف وحنا دخل علينا هدف سجلنا على راسنا. مبابي هو الهداف الان ديال هذا كاس العالم 5 ديال الاهداف ومتبوعا بهداف اخر فرنسي اللي هو اللاعب اوليفي جيرو 4 ديال الاهداف، وكل من اللاعب رابيو سجل هدف وتوميني سجل هدف واحد. حنا هاد 5 ديال الاهداف سجلها الصابري ابو خلال، ولو انه لا فيفا حسبات الهدف الرومانسيس الهدف ديال الصابري فعلا ولكن في التاريخ غتبقى الصابري. نعم المنتخب الفرنسي ما نساوش انه تلقى هزيمه في المقابله الثالثة امام منتخب عربي افريقي اللي هو المنتخب التونسي، وشفنا انه كيفاش المنتخب الفرنسي في الدقائق الاخيره المدرب ديشون دخل كل اللاعبين اللي احتفظ بهم في كرسي الاحتياط، ولكن مع ذلك ما تمكنش المنتخب الفرنسي من تعديل النتيجه. على اي حنا نبقاو مسرورين ونبقاو ايضا متفائلين حول ان شاء الله، علاش لا ان شاء الله الفريق الوطني المغربي يضمن التاهل لمقابله ديال المباراه النهائيه ان شاء الله. وانا سمع التصريح الثالث ديال الركراكي، كنعرفوا بانه المنتخب الوطني المغربي عنده لاعبين على مر التاريخ اللي كما كنقولوا تزادوا وكبروا في فرنسا، من ضمنهم المدرب وليد الركراكي. الركراكي يجيب عن هذا السؤال بخصوص يعني انتمائه ايضا لفرنسا ومواجهته للمنتخب الفرنسي. Archine en France, je suis j'ai la double nationalité, c'est un honneur et un plaisir de rencontrer la France, mais c'est que du football. Donc voilà, moi je viens, je suis entraîneur de mon équipe nationale. On va jouer la meilleure équipe du monde et ce qui m'importe, ce n'est pas de jouer contre la France ou l'Angleterre ou le Brésil, c'est de me qualifier. Maintenant, c'est sûr que ça va être particulier, surtout pour mes proches, pour ma famille, pour mes amis. Mais moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur, c'est quelque chose qui me trouble pas et qui ne m'intéresse pas du tout. Je suis là en tant qu'entraîneur de football et ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Alors, on a la France, si ça avait été l'Angleterre, ça aurait été pareil. Mais... ce qui m'intéresse surtout, c'est de jouer la meilleure équipe du monde. Pour un entraîneur, c'est toujours bien de pouvoir se tester et de voir à quel niveau on est arrivé avec notre équipe. Mais même pour les joueurs, c'est le message que je leur porte. On ne fait pas attention à savoir contre qui on joue. Alors, on avait joué la Belgique, on avait des binationaux aussi. Et le message il est toujours le même. On joue pour le Maroc et on joue un match de football. Et ça doit être la fête. Et je pense que pour tous les binationaux franco-marocains, ça doit être une fête. Et quoi qu'il arrive, eh ben, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs, que ce soit si c'est le Maroc qui gagne ou la France. Parce que voilà, on vit ensemble et on est content d'être ensemble. C'est le plus important. نعم إذن كندا التصريح الأخير اللي سمعنا ليه اليوم في حصة اليوم من برنامج نقاش في الرياضة. بالنسبة لطاقم تحكيم زميلي علي في الاتحاد الدولي لكرة القدم عين الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس لقيادة المقابلة كحكم مساحة بمساعدة مواطنيه ألبرتو مارين وكذلك ميغيل أنخيل إرنانديز الحكم الرابع خيسوس فالينزويلا. يعني هذا هو طاقم التحكيم ديال أرضية الملعب الزميلي علي. هذا هو الحكم اللي كان قاد المباراة الأولى ديال المغرب مع كرواتيا، حكم في المستوى هذه الثاني المقابلة اللي كان قادها ديال المغرب مع كرواتيا انتهت بالتعادل
سيدي سافر لمثل لا المشكل ما في هذه النسخه ما كاينش مشكل ديال التحكيم، لان التحكيم لاحظنا في الدورات السابقه كان هناك مشكل، ولكن خلال هذه النسخه فالتحكيم في المستوى، والفريق الوطني المغربي الجميل انه يواجه منتخبات اوروبيه، ولكن التحكيم دائما يكون اما من امريكا الجنوبيه او امريكا الشماليه، وبالتالي ما كانش هناك احتجاجات كبيره على التحكيم ديال المباريات ديال الفريق الوطني المغربي، وكنعتقد بان لا التحكيم ولا الفار اللي كيوصلوا للنصف النهائي ايضا اللي كيتم اختيارهم فكيكونوا من افضل الحكام على الصعيد العالمي، هما اللي كيوصلوا للنصف النهائي وكذلك للمقابله النهائيه. نعم. كنت تحبتي على سميتو وليد ارغرافي وكذلك اللاعبين، كنعرفوا ايضا حتى اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي كنشوفوا الان يعني مجموعه من اللاعبين هما ايضا كيلعبوا مع المنتخب الفرنسي، ولكن اصول افريقيه 100%. اللاعب مثلا لاعب شكون لاعب اكتل ديال موناكو، هذا اللاعب الاصول ديالو من الكونغو، مثلا اللاعب لاعب كوناتي ديال ليفربول، هذا اللاعب ابراهيم كوناتي الاصول ديالو من مالي، لاعب برشلونه لاعب كوندي الاصول ديالو من البنين، وخا زيت باريز اوغولوريس اسباني الاصل ديالو اسباني، الحارس ديال المرمى الحارس الاحتياطي كذلك سيف موندوندا الاصل ديالو من الكونغو برازافيل. فعلا هذول دفاع هيرونديز من اسبانيا، دياسي من الكونغو، ابراهيم كوناتي من مالي، جولي كوندي من البنا، بنجامين بافار هو الوحيد اصله فرنسي، ثم كاين لاعب ويليام ساليبا اصله كاميروني، دايوت اصله من غينيا بيساو، رافائيل فاران اصله من مارتينيك، يعني 99% من اللاعبين عندهم اصول غير فرنسيه. ومشينا لخط الهجوم، غريزمان اصله برتغالي، بنزيما اصله جزائري، كومان اصله غيني، ديمبيلي مالي، اوليفي جيرو فرنسي، كيليان مبابي كامرون، ولاعب كولو مواني من الكونغو. وكاين واحد اللاعب اللي عنده اصول مغربيه هو القندوز، هو القندوزي قندوزي ماتيو. نعم. هذا من لاعب فريق اولمبيك مارسيليا الفرنسي. نعم. 23 سنه زاد بفرنسا، ولكن الاصول ديالو من المغرب، على ان هذه غير فقط بين قوسين، ولكن ملي كيدخلوا فوق ارضيه الملعب كيبقى المنتخب اللي كتمثل البلد ديالك المغرب ضد فرنسا، بالتالي نتمنى ان شاء الله تأهل لملا للفريق الوطني المغربي للمقابله النهائيه. هذا الشيء اللي كنتمناو زميلي علي بالعياشي، وقبل من المباراه ديال غدا ان شاء الله بين المغرب وفرنسا، فاليوم هناك مباراه نصف نهائيه اولى بين المنتخبين الارجنتيني والكرواتي. المنتخب الارجنتيني حامل لقب في جوج ديال المناسبات 1978 و1986، لعب المقابله النهائيه لسنه 2014 امام المنتخب الالماني، والمنتخب الكرواتي اللي شارك فقط في 6 ديال النسخ من نهائيات كاس العالم، نظرا لان المنتخب الكرواتي انضم للاتحاد الدولي فقط بعد سنه 1992، انه في الاول كان كيشارك اللاعبين ديال كرواتيا كانوا كيشاركوا مع المنتخب اليوغوسلافي. الان يعني من 6 مشاركات المنتخب الكرواتي يصل لنصف النهائي في 3 ديال المناسبات، علما انه لعب المقابله النهائيه في النسخة الماضية بروسيا أمام المنتخب الفرنسي، يعني مقابلة هذه بطموحات مشتركة كنعرفوا بين الأرجنتين لاعبي ديالو كذلك، خصوصا ليونيل ميسي يريد ألا يضيع هذه الفرصة، لأنه ربما هذه آخر كأس عالمية يأخذها النجم ميسي. ماشي ربما، هذه آخر كأس عالمية. نعم 34 سنة، ولكن ما عرفناش يقدر يوقع، ولكن لا هو أعلنها بأنه آخر مونديال ديالي. نعم. وميسي عنده فرصة باش على الأقل يدير نفس الشيء اللي قام به دييغو أرماندو مارادونا بإهداء كأس العالم للمنتخب الأرجنتيني. كرواتيا منتخب طموح، منتخب متحمس دائما لتحقيق نتيجة إيجابية، الشيء اللي يخلينا نشوفوا اليوم ربما مقابلة مفتوحة على كل الاحتمالات بين المنتخبين الأرجنتيني والكرواتي. واكيد دابا المنتخب الكرواتي القوه ديالته هو وسط الميدان، وسط ميدان ما كيتغيرش، وسط بنائي ووسط قتالي، هو اللي كدور عليه الحلقه ديال المنتخب كرواتيا، وكان كما قلت سابقا من مثلث ديال
ديال التصفيات في مقابلة الأخيرة ضد منتخب النمسا. الخط الهجوم ديالو كنعرفو كتكون من 6 ديال العناصر، وهناك لاعبين اللي حضروا في المونديال السابق. طبعا هناك 8 ديال اللاعبين اللي حاليا 15 لاعب اللي غايبين على المونديال السابق اللي كانوا وصلوا للمقابلة النهائية. هذه مقابلة المهدي ديال الأرجنتين وكرواتيا، مقابلة منتخب من أمريكا الجنوبية ومنتخب من أوروبا، وكل منتخب يطمح في الوصول للمقابلة النهائية. كما قلت الأرجنتين هذه سنوات ما تأهلش للمقابلة النهائية، وكرواتيا سبق لها هي وصيفة ديال النسخة الماضية، وبالتالي صعب جدا باش تكهن بالنتيجة ديال هذا المقابلة، واش 90 دقيقة، واش الأشواط الإضافية، واش الضربة الترجيحية. لأنه ما ننسوش بأن المشوار ديال المنتخب الكرواتي كان صعب جدا في المجموعة اللي كان كيتواجد معها في المجموعة السادسة، وهنا كيتبين بأن المجموعة ديالتنا كانت أقوى مجموعة في هذه المجموعات الثماني، وكذلك أقصى طريقة اللي قصى بها المنتخب البرازيلي خصوصا في الأشواط الإضافية. اللاعبين ديالو ما كيعياوش، وشفنا بأن اللاعب لوكا مودريتش واخا عنده 37 سنة فلعب 90 دقيقة ولعب كذلك 120 دقيقة إلى غاية الضربة الترجيحية، وهذه القوة ديال المنتخب الكرواتي. منتخب الأرجنتين طبعا كما قلت هذا المنتخب اللي كيحاول يلعب من أجل لاعب ميسي باش ينهي المشوار ديالو بلقب عالمي، وعندما الصحف الدولية دائما تتحدث تقول أرجنتين ميسي، يعني أرجنتين ميسي يتأهل إلى نصف النهائي أو إلى ربع النهائي. بالتالي فالمقابلة ديال الساعة 8 ليلا يصعب التكهن بالنتيجة ديالها، وأي منتخب ضمن التأهل للمقابلة النهائية يستحق ذلك، والمنتخب اللي غيتقصى هو أيضا يستحق، ماشي يستحق ولكن نصفق له للمجهود اللي قام به خلال الأدوار كلها. نعم صحيح، لأنه المنتخبات اللي بقات في الآن في نصف النهائي كلها منتخبات تستحق تواجد في المربع الذهبي، للمنتخب الكرواتي، للمنتخب الأرجنتيني اللي بالرغم من الهزيمة ديالو أمام المنتخب السعودي يعني كرر نفس الشيء اللي قام به في نسخ سابقة على غير النسخة سنة 1990، كان هزم أمام الكاميرون بهدف 3-0 في المقابلة الأولى، ولكن يعني عوض الخسارة الأولى ومشى حتى المقابلة النهائية ولعبها أمام المنتخب الألماني. يعني وهذه فقط هذه ميزة ديال المنتخبات الكبيرة، يعني المنتخب كبير كيخسر في المباراة الأولى يقدر يعوض ويمشي بعيد في المنافسة، تقدر تكون هذيك الهزيمة بمثابة الإنذار اللي خداه الفريق، وكما كنقولوا حسن أو كما كنقولوا قاد الأمور قبل ما يمشي بعيد في المنافسة ديال كأس العالم. وكتبقى طبعا المقابلة ديال المنتخبين المغربي والفرنسي، نجدد ونقول من جديد بأنه كل شيء ممكن، لنا كل الحظوظ في هذه المقابلة للفوز إن شاء الله على المنتخب الفرنسي. كما قال ذلك أيضا قالت ذلك الصحافة الدولية في كل أنحاء العالم، الصحافة الدولية أشادت بمجهودات المنتخب الوطني المغربي بمستوى المنتخب الوطني المغربي، ورشحته ليكون الند للند أمام المنتخب الفرنسي. نعم فعلا، على أي نحن المقابلة ديال المغرب فرنسا غدا، الأرجنتين كرواتيا اليوم، غير هذه المقابلة ديال الأرجنتين وكرواتيا فمن كنشوفوا الإحصائية ديال الفيفا كتعطي التعادل أو الفوز للمنتخب الأرجنتيني بنسبة ديال 65%، وكذلك النسبة الأخرى للمنتخب الكرواتي. يعني حتى الفيفا تعطي التأهل للمنتخب الأرجنتيني إلى المقابلة النهائية. الأرجنتين إلى جينا نشوفه في مباريات ديال النصف النهائي لم يسبق له أن انهزم، فوق ما كيتأهل النصف النهائي كيتأهل المقابلة النهائية. ففي النسخة ديال أوروغواي سنة 1930 تفوق على الولايات المتحدة بستر واحد في النصف النهائي، المرة الثانية في مكسيك 86 تغلبت الأرجنتين على بلجيكا بجوج الصفر في النصف النهائي، في النسخة التالية بإيطاليا سنة 90 تغلبت على المنتخب الإيطالي بالضربات الترجيحية بعد ما انتهى الوقت الإضافي بالتعادل الواحد الواحد. وصلت أيضا الأرجنتين للنصف النهائي للمرة الأخيرة كانت في نسخة البرازيل 2014، وتفوقت على هولندا بالضربات الترجيحية بعد ما كانت لها الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. نعم. وبالتالي الأرجنتين
دائما عندما تتأهل نصف نهائي تتأهل للمقابلة النهائية، ولكن أعتقد لأن مقابلتها ضد المنتخب الكرواتي هذا منتخب حلو بحال المغرب، لم يتذوق طعم الهزيمة في هذه المنافسة ديال كأس العالم. بالمقابل الأرجنتين انهزمت في أول مقابلة لها ضد المنتخب السعودي. مع عمل السعوديين والمكالمة من الدار البيضاء. مرحبا. غير أنا عجبني واحد الكلام قال الأخ ويدا دراغي، عجبني في الندوة الصحفية قال أون غاني، زعما يعني كيقول الفرنسيين لانهم كانوا كيسحبوا بان المغرب صافي الحد ديالو هو النصف النهائي. لا، حنا ماشي الحدنا ديالنا هو النصف النهائي، هذه فرصه جاتنا ان شاء الله ومعمرها ما تعود كما قلتي، لان كاس العالم موقف في دوله عربيه وفي دوله اسلاميه بحال لاعبين في بلادنا. ان شاء الله حنا غادي نمشيو للفينال وباذن الله تعالى لما كان شي تلاعبات تحكيميه غادي نفوزوا باللقب. غير انا بغيت نقول لك اسرار ديال النجاح، سموها ما عرفش سر النجاح ديال المنتخب المغربي في هذه الدوره، حتى واحد ما عرفش السر ديالو، والسر ديالو معروف سبحان الله سبحان الله العظيم. وراء المنتخب المغربي السر الاول هو سبحان الله العظيم هو البر بالوالدين. مجموعه من اللعابه ديال المنتخب المغربي عندهم البر بالوالدين، شوفوا بمجرد ما كتنتهي المقابله كيمشيو يبوسوا كيقبلوا الرؤوس ديال الامهات ديالهم. ثانيا السر الثاني هو الايمان بالله سبحانه وتعالى، بمجرد ما كتنتهي المقابله كيمشيو يسجدوا الله سبحانه وتعالى. السر الثالث هو الوجدان المغربي والوجدان العربي الاسلامي، هو متثبتين بالقضيه الفلسطينيه، بمجرد ما كيتاليو كيهزوا الراي ديال دوله فلسطين الشقيقه، وهذا شيء جميل جدا. ثاني حاجه خويا المغرب وقطر قدموا دروس للعالم. المغرب وقطر اجبروا العالم على احترام الدول العربيه والدول الاسلاميه. المغرب وقطر وحدوا الشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه. المغرب وقطر سبحان الله نشوف هذا الانجاز ديال المنتخب المغربي وهذا المعاف وهذه الاخلاق ديال المنتخب المغربي والاخلاق ديال دوله قطر، جبرت جميع الدول العالم عدد منهم كيعتنق الاسلام بسبب ما يقدمه المنتخب المغربي من قيم واخلاق وبر بوالدين والدين الاسلامي. سمحوا سبحان الله العظيم هذا كاس العالم هي كاس فريده من نوعه، ومع مرض كاس العالم ما غتكرر شي دوله اخرى. انا ناكد لك بان قطر رفعت السقف، ما عمر شي دوله ما غادي بحال قطر. ثاني حاجه اخويا من كيبان لك كلشي توحدوا في الانتصار. المغرب وقطر انتصروا الامه الاسلاميه، هذا انتصار. انتصار ما عمر شي واحد ما غادي يوصل هذا الانتصار. شوف سبحان الله العظيم، وغادي نقول لك واحد القضيه اخويا مهدي اوبزيك. شوف الحمد لله حنا فرحانين بزاف. واحد كلمه قال لك واحد خينا البارح عجبتيني. قال لك واحد شي اتصل بك من فرنسا قال لك هما الاستاذ وحنا التلميذ. سمعتي اخويا مهدي؟ سمعت. ولا قلت لي لا، قلت لي في هذه المقابله قلت عليه ما كنتسناش تعطينا دروس في هذه المقابله. كلشي بحال هكا، امازيغي مسلم ما كنتسناش من فرنسا تعطينا دروس. حنا عندنا 14 قرن ديال الاسلام. ما كنتسناش من فرنسا دوله عنصريه تعطيني انا دروس، وحنا اللي غادي نكون الاستاذ ان شاء الله. ورفعت الاقلام وجفت الصحف. كنحييك اخويا مهدي. شكرا لك سي محمد من مدينه الدار البيضاء. نواصلوا استقبال مكالمات المستمعين الاوفياء ديالنا. عبد المجيد من مراكش، مرحبا بك. مساء النور الاخ مهدي. مساء الخير. تحيه خاصه لك والطاقم التقني نتاع راديو بليس. تحيه متبادله. المونديال بديناه باول مقابله مع كرواتيا، غادي ان شاء الله غادي نديروا اخر مقابله مع كرواتيا في النهائي. نعم ان شاء الله. الماتش نتاع فرنسا ماشي 11 كونتر 11، يعني انا ما كنامنش بعثمان ديمبيلي ولا مبابي ولا كاينين نجوم. عندنا نجوم، كل مقابله عندها تكتيك ديالها، وكنظن انا بان المقابله اللي انتهت غدا غادي تكون مغايره تماما للمقابلات اللي دازوا مع الفرق الاخرين. وكاينه واحد العزيمه من طرف الطاقم التقني ومن اللاعبين يعني ومن الجمهور ومن كل الشعوب كتسند الفريق الوطني. دونك كنظن بان ان شاء الله باذن الله غادي نربحوا، وغادي تكون مقابله يعني للتاريخ. نعم. وغادي ندوز ان شاء الله النهايه، والمقابله نتاعت النهايه انا كنظن 50% حتى 70% غادي نلعبوا، غادي تعاد السيناريو نتاع كرواتيا. وباش بدينا باش غادي نساليو غادي نجيبوا معنا كاس العالم، وغادي نهديو لهذا الشعب المتعطش، هذا الشعب الشغوف، هذا الشعب المحب للرياضه والكره القدم، وغادي نكملوا الانجازات اللي داروهم لاعبين قدماء في 86 وفي 70. وكنتمنى حظ سعيد للمنتخب الوطني،
وشكرا اخ مهدي نعم. وخلي اتصال للناس اخرين. نعم شكرا لك عبد المجيد من مدينه مراكش. من مراكش ننتقل لمدينه الرباط الى الاخت امينه. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعتك شحالكم لاباس؟ الله يبارك فيك. اشي مهدي بغيت نهضر غير في واحد النقطه. الله يجازيك بخير. مرحبا. الجمهور المغربي عطى واحد الصوره زوينه ورائعه جدا. يعني الشعوب كلها ولات كتشجعنا ولا، ولكن مع الاسف مؤخرا كنشوفوا واحد الحملات خايبه ما لا تموت لنا بصله. ولينا كنستهزئوا ورجعنا عاوتاني استهزاء باللعابه، رجعنا لتحطيم المعنويات. دابا ما بقيناش غير مع اللعابه. لا لا امينه امينه صحيح. نعم. كاين بعض التعليقات في هذا الاتجاه، ولكن راه الاغلبيه ديال المغاربه الحمد لله كيشجعوا العناصر ديال الفريق الوطني. نعم. ما يمكنش الفريق يحقق نتائج ايجابيه. نعم. نعم اخر ماتش مع البرتغال راه خرجوا بزاف ديال المقاطع الفيديوهات اللي كيستهزئوا باللاعب رونالدو راه كيبقى لاعب كبير. نعم. وللاسف تم ترجمه هذه المقاطع ترجموها الناس. نعم. يعني تيقولوا ها انت هذه كتبقى ربما غير في اطار الشدان ديال الكره ما بين المحبين ديال الكره وصافي. ما رونالدو راه كيبقى لاعب كبير. شي كريستيانو رونالدو كيبقى لاعب كبير. واش محتاج الناس يعملوا تعليقات ماشي تلهي باش نقصوا من القيمه ديال رونالدو؟ معروف لاعب كبير، كره ذهبيه في اكثر من مناسبه، ريال مدريد، عصبه الابطال. هذا كيبقى غير في اطار كما كنقولوا الشدان ديال الكره ما بين الجماهير. هادشي اللي كاين نبقاو في الايجابيه ديالنا والتواضع. نعم نديروا النيه وما نفرحوش بزاف، نخليونا كما قال الوالد بي سور تار باش ربي يسهلها ان شاء الله ان شاء الله. شكرا بارك الله. شكرا لك امينه من مدينه الرباط. نبقاو دائما في جهه الغرب ونمشيو للقنيطره عند احمد. مساء الخير احمد من القنيطره. قطع الخط على احمد. ننتقلوا لمكناس. مصطفى مرحبا مصطفى. سي مهدي السلام عليكم. وعليكم السلام. اول حاجه يعني اش نقول لك، حنا سي مهدي حنا باش يعرفوا المغاربه كامل، حنا واحد الامه رياضيه اللي ولفت الانجازات من بكري ماشي من دابا. يعني هذا الشيء هذا اللي كيوقع دابا هذه الساعه هذه هو واحد الاستمرار، يعني كانت واحد القطيعه ولكن خاص العالم يعرف وخصوصا المغاربه بالضبط، لانه يعرفوا تاريخهم باننا حنا كنا الاولى اللي دزنا تيومون. يعني شنو 36 سنه ولكن كتشوف 36 سنه يعني شنو دارت الدول العربيه والافريقيه، يعني المخير فيهم وصل لويتيام او الكارت فينال كاع. يعني كانوا يعني تنظنوا بانه كانوا فراقين اللي هما كبار. الكاميرون دات الميداليه الاولمبيه ونيجيريا دات الميداليه الاولمبيه وما استطاعوش انهم يفوتوا الدور ديال التومون ديال الروبوت. يعني حنا فتحنا المجال وجينا عاوتاني واستمرينا في الحلم. يعني وصلنا للدومي فينال ومازال الحمد لله الحلم قائم. حنا كيما قلت لك واحد الامه رياضيه ماشي غير في كره القدم السي مهدي. يعني غنهضروا على العاب القوى، غنهضروا على التنس، غنهضروا يعني هنا تنظن بانه من بعد هذا الحلم اللي عشناه هذه الساعه هذه ما بقاش السي مهدي مسموح لنا اننا نركلي واللور. يعني هنا غادي تكون ديك نستغلوا الفرصه، ربما ما استغليناهاش في 86 ما استغليناهاش في 84، لا دابا غادي نستغلوا الفرصه ما بعد المونديال ان شاء الله. يعني مادام وصلت الدومي فينال وليتي مع الكبار خاصنا نكونوا مع الكبار. ثاني حاجه ابان المدرب الوطني وماشي ذاك المدرب تيقول لك انا مدرب وطني، لا مدرب وطني اللي عنده يزيد لقدام ما عندوش يرجع للور. داز التجربه ديال المدربين الوطنيين وشنا مدربين وطنيين اللي ربما دازوا في البطوله وكذا ولكن كانت انجاز ليا. لا دابا كاين واحد الجيل اللي على الاقل وليد نعم لا تفضل واصل. جيل بالنسبه لوليد الركراكي كينتمي لذاك الجيل، كينتمي لواحد الجيل اخر، جيل ديال الحوار، جيل ديال بزاف ديال الحوايج. وحاجه وحده الأمة المغربية ماشي الشعب المغربي، الأمة المغربية أبانت في قطر أو في العالم كامل التعالي. راهم تيعرفوا شكون هما المغاربة، شكون هي الأمة المغربية، شنو هي عاداتها، شنو هو تقاليدها، شنو هو دينها، شنو هو بزاف. لذلك إن شاء الله حنا متفائلين، ما تيهمناش هذه الساعة شنو غادي يوقع، ولكن نبقاو أجلينا فوق التيران وإن شاء الله ما غادي يكون غير خير. وتحية لكم وتحية للمنتخب المغربي وديما مغربة السنة دي. شكرا لك مصطفى من مدينة مكناس. طبعا المنتخب الوطني المغربي الحمد لله كان سباقا، واليوم بمناسبة كأس العالم قطر 2022 أيضا كان سباقا كأول منتخب إفريقي يصل لنصف نهاية كأس العالم. ننتقل الآن لمراكش عند خالد. خالد مساء الخير. سيدي مهدي لو غزال. السلام عليكم. وعليكم السلام.
اولا تتمنى الشفاء لعائشة الاستاذ ديالنا واللي تيقرنا دائما السي سعيد الدوق الله يشافي والله يرجع لنا بالصحة والسلامة يا ربي امين يا ربي امين. نعم. ثانيا قبل ما نشكو المدير ولا المنتخب نشكو واحد السيد هذا هو سيدنا الله يصفو اللي اسس واحد المؤسسة ولا اكاديمية وعطى الاسم ديالها اكاديمية محمد السادس لعطى العادة وطلعتهم ولو إلا خطر تخسنا غدا أما تعرف تحددوا هاد أصول النص النهاية راه تحددوا راه صحيح ولكن إن شاء الله مازال المنتخب المغربي يواصل هاد المسيرة ديالو غدا إن شاء الله. نعم. لا أشكي حنا تيخن السي وليد والطاقم ديالو والسي بوزي الخزاع والولادة ديالنا. نعم. ولو إلا شاب الله شي نجيشة مخيبة أمير بحدة وغادة وشكرا بزاف وفيف المغرب. نعم عاش المغرب. شكرا لك خالد من مدينة مراكش. نواصلوا المكالمات مع المستمعين الكرام إلى أحمد من مدينة الدار البيضاء. أحمد مرحبا. من أحمد ننتقلوا عند فريد في مراكش من جديد. مرحبا فريد. السلام عليكم. عليكم السلام. كي يا سيدي بخير لاباس عليكم. الله يبارك فيك. تحية رياضية للجميع. نعم. واللي خصنا نستدركوا ونعاود نفكروا فيه هو فاش كان يلاه لعبنا إلا في مجموعة تقولوا راه مجموعة الموت. ولعبنا الماتش الأول مع كرواتيا تعادلنا فيه وقال واحد الكلمة قالها مسيو الركراكي هو بدا الكريتيك واحد شوية. لا كرواتيا على هاد اللي لعبنا كان نربحوها. التصريح اللي دار وليد الركراكي قال لك على الاقل حنا لعبنا هاد الماتش حنا باقيين حيين. كانت هاد المجموعه كتسمى مجموعه الموت. خرجنا منها مزيان كلاسمون حنا الاولين. علاش كيعني يعني المنتخب المغربي راه ماشي مفاجاه هذا تحصيل حاصل يعني انه راه كاين منتخب كاين دفاع كاين هجوم كاين تكتيك كاينه سياسه رياضيه في المغرب. باش تتكلاسا الاول مجموعه الموت وكنسطر على مجموعه الموت ماشي سهله. نعم. باش كتلعب مع الاسبان والبرتغال وكتربحهم وحتى كندا راه ماشي سهله الماتش اللي تلعب مع كندا راه ما كانش سهل حتى هو كان ماتش صعيب. كندا ما كان عندها ما تخسر كان ديال بديل الفيستيفال الو شكون اللي دار الفيستيفال هو ليكيب ناسيونال. نعم. دابا اللي خصنا نامنوا به عندنا منتخب مزيان لا بالاطار الوطني خصنا نامنوا بالاطار الوطني لانه ديجا الاطار الوطني ما كنعطوش الاهميه ديالو لا في الاعلام لا في الناس اللي كينتقدوا ماشي اي واحد ولا كيفهم في الرياضه وكينتقد الاطار الوطني خصنا نحترموه. نعم. اللاعب الوطني حتى هو خصنا نحترموه كما بيكون الحال اذا ملي كيدخل كيلبس التوني وكيلعب وكيدير جهده وما كيجيبش الله هو راه ما كرهش. وهنا كنسطر وكنفكر الماتش واحد اللي كان لعب الزلزولي وبدات انتقادات واحد شويه ومؤخرا عاوتاني الشديره بدات انتقادات هذوك تيبقاو وليداتنا. صحيح. شوف ملي كتكون نتيجة إيجابية والمنتخب غادي في مسار جيد يعني لا داعي أننا ننتقدوا بعض العناصر يعني ولا ننتقدنا عنصر واحد بحال ننتقدنا الفريق كامل. لا واخا يكون المسار أنه ما مزيانش أنه ما يسرش الله كاع نربحوه اللي كننتقدوا واحد الوليد باقي عنده 20 عام 22 عام وكيقرا في لي ريزو سوسيو كيشوف الانتقادات ديالو اللي عليه راه صعيب راه صعيب واحد في واحد السن وكيلقاو نازلين عليه راه ما راه اش تنفض اش تنفض من واحد اوروزمو نصيري عاون الله وعاونته رضات الوالدين وسهل عليه الله من بعد انتقادات
شوف قبل اش كانوا كيقولوا ولكن على ولكن الدرقراجي. وليد الركراكي لعب دور كبير في الثقه اللي رجعت للاعب يوسف نصيري بصراحه ساند اللاعب وامام الملاء قال بانه هذا اللاعب ما كانوا كاين في الفريق الوطني وتحمل المسؤوليه وليد وهذه نقطه تحسب للوليد الركراكي. احنا ما كنهضروش دابا على وليد الركراكي كنهضروا احنا حتى جمهور مغربي رياضي خصنا نحترموا اللاعب كما احنا بديت نحترموا الاطار نحترموا الجور انهم اللي كيدخلوا كيلعب دام تيقدم داكشي اللي عليه سواء دار واحد سواء لعب مزيان سواء مازال ما خصهاش تصفقوا عليه وما بقاوش دوك انتقادات ليه واه سميتو لان هو السيد تيبقى يقرا كيشوف لي غوزو سوسيو كينشوف واحد صاحبه كيقرا تيوصل ليه داك الشيء واحد ما كيحملوش كيوصل ليه هذاك الشيء والدري اصلا في واحد لاج راه ما كيكونش 20 عام 22 عام راه كيكون شويه عنده القضيه قاصحه. نعم اذا الميساج اللي بين دوز انا كيدير اللي عليه ولكن حنا كجمهور مغربي خصنا نديروا اللي علينا صحيح ما بقاش تنمر على اللعابه عيد كل لعابه اللي كاينين دابا لان من قبل كانوا عندنا لعابه تيكونوا فلاج كبار لا كونديسيون فيزيك كبار كلشي كبير كتلقى جوار كبير بعدا فلاج ديالو طول تبارك الله هذا تبارك دابا ولاو وليدات صغيورين فهمتي يعني صغيورين هما كبار في عينينا تبارك الله شفنا دابا غير داكشي اللي داز على سميتي حنا ما بغيناش بقى يتعاود هادشي فهمتي يعني اللاعب كيدخل كيدير كنصفقوا ليه سواء رباح سواء لعب مزيان ما لعبش مزيان هذا هو الميساج اللي ندوز انا رسالة واضحة كنتمنى والله يوصل هذا الميساج هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله رسالة واضحة وكلام معقول انه يجب مساندة العناصر الوطنية والابتعاد عن كل يعني الاوصاف ممكن انها يعني تقلل من الحماس ديال اللاعبين ديالنا لانه الكل الان متحمس وجاهز جاهز لاعطاء كل ما لديه من اجل الفريق الوطني فوالا وكنحافظوا على هذه اللعابة هذو اللي عزلوا المغرب وبغاو المغرب وكيحبوا المغرب يعني ناس يعني وليدات انه كيتزادوا على برا فهمتي كيكبروا على برا كيديروا الجنسيه على برا وفي الاخر كيبغي المغرب. نعم مي خصنا شوف نشجعوهم كما بيكون الحال وهنا كنسكر على 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 في لي غازو سيو كيبقاو ينزلوا على شي حوايج شديره كذا زلزولي حشومه لان شي كيبقى الماتش كيفوت فهمتي لا كوب دي موندا تفوت ولكن كيبقاو شي حوايج اللي هما لاصقين واحد النهار الوليد اللي كيقلب في التليفون ديالو ولا يقلب هذا وكيلقى شي حويجات راه كياثروا عليه ودائما راه لاج ديالهم صغير لاج ديالهم صغير وليداتنا هذوك الله ييسر ليهم الله ييسر لنا كاملين وكيبقى الرياضه فيها تو لو مايور كي كان راه ماشي سميتو عليه اذا هادشي اللي كاين الرساله ديالي راه وصلت فهمتي نحاول دائما على الحويجات نديروا عليهم واحد الشويه واخا كيبان لك الجوار انه كيدير واضح فريد من مدينه مراكش لانه سمح لي كاين يعني مستمعين اخرين كيتسناو الدور ديالهم. شكرا لك فريد من مراكش الرساله ديالك كانت واضحه. ننتقلوا الان للقنيطره عند بوسلهام. بوسلهام مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي مدينة لاباس. الله يبارك فيك. تحياتي لك اخويا وتحياتي للطاقم التقني والسيده اللي كتستقبل المكالمات. تحيات متبادله. وشكرا لراديو تليس اللي كيعطي فرصه للجمهور المغربي باش يعبر على الحب ديالو وعلى الوفاء ديالو للفريق الوطني. نعم. في الاول اخويا كنبغي نشكر الملك محمد السادس حفظه الله هو الراعي الاول على الرياضه المغربيه والشكر الثاني للسيد فوزي القجع. بمجرد وصوله الى الجامعه الملكيه المغربيه اعطى واحد الدفعه الصراحه اللي اعطت الكره المغربيه واحد القوه اللي تجلات على مثلا على اللي كنشوفوا مثلا فريق ديال الوداد البيضاوي ولا نهضه بركان اللي توجوا بالكؤوس الافريقيه. وفيما يخص المنتخب المغربي في الحقيقه هاد الوليدات هادو اللي كنشوفوهم وكنشوفوا الامهات ديالهم والاباء ديالهم اللي كينزلوا على ارضيه الملعب وكيحيوهم وكيحيوا الجمهور المغربي وكنحيوا الجمهور المغربي وخاصه الجمهور اللي كيجي من اوروبا ومن من امريكا واللي كيساندوا المنتخب المغربي وكيحاولوا باش يعاونوا المنتخب المغربي باش يجيب لنا الكاس الغاليه اللي هي كاس العالم. انا كنقول بان هذه مناسبه وفرصه قد لا تعوض. اضع بين ظفرين قد يعني كنقول يعني ربما في المستقبل كنشوفوا مدارس كبرى في العالم واللي ما كتوصلش لهذا المربع هذا المربع الذهبي. والحمد لله مع بالاصرار ديال اللاعبين والمدرب السيد وليد الركراكي بالمجرد المجيء ديالو
عطاه واحد الشحنه وواحد القوه للمنتخب المغربي، واللي بان في الحقيقه منتخب كبير بعكس ما كان المدرب السابق السيد خالي لوزيتش اللي في الحقيقه حتى هو قدم مقابله زوينه، ولكن كان كيبان لنا منتخب مهيهل، ما كانش منتخب بهذيك القوه اللي كنا كنقدوا الرهن عليه وكنا كنتخوفوا قبل مباريات كاس العالم، او بالاحرى قبل ما تنطلق النهائيات ديال كاس العالم اللي كاينه في قطر الان كنا متخوفين. ولكن الحمد لله مع مرور الايام ومقابله مور مقابله اكتسب المنتخب الوطني المغربي قوة دياله وعطانا واحد الثقة، ولينا كنشوفوا من خلال هذيك الثقة ولينا كنشوفوا الأمهات ولينا كنشوفوا الشيوخ ولينا كنشوفوا الأطفال ولينا كنشوفوا الكل، الغني الفقير الفلاح المثقف إلى غير ذلك، كل شيء كيتكتل وكل شيء كيشجع المنتخب المغربي وكل شيء كيعطونا واحد الثقة في الحقيقة اللي كنا كنخافوا شوية من مثلا من بلجيكا ولا كنخافوا من إسبانيا ولا البرتغال، هذه المدارس الرائدة في كرة القدم، ولا حتى المنتخب الفرنسي ما عندناش تخوف. صحيح على الورق هو عنده امتيازات، ولكن حنا عندنا منتخب اللي هو متماسك، منتخب اللي خدع الثقه ديالو من المباريات السابقه، وما كنقولوش ما كنقولوش خويا مهدي المباريات السابقه كانت مثلا صدفه ولا كانت مثلا يعني عن طريق الحظ باش تاهلنا، راه حنايا خرجنا المنتخب البلجيكي والتاهل عن جداره واستحقاق، هذا الشيء واضح للجميع. يعني المنتخب الوطني المغربي قدم مستويات كبيره في كل المباريات بدايه من الدور الاول ووصولا للدور الثاني، وبالاكثر من ذلك فالمستوى ديال المنتخب الوطني المغربي يعني تحسن تدريجيا، رغم ان المستوى الاول كان مستوى جيد امام منتخب كرواتي، انما المستوى ديالو تحسن تدريجيا والمنتخب الوطني كبر مع مرور المباريات، وان شاء الله يكون اكبر ايضا في المباراه امام المنتخب الفرنسي. شكرا لك بوسلهام من مدينه القنيطره، والاكيد ان بوسلهام شانه شان كل المستمعين والمغاربه متفائل ويثق في مؤهلات وقدرات الفريق الوطني المغربي. ومن مدينه القنيطره ننتقلوا لمدينه مراكش عند حسن. حسن مساء الخير. حسن ليس في الاستماع. من مراكش الى مدينه فاس العمراني، مساء الخير. السير المهدي تبارك الله عليك، الاصل الطيب. الله يبارك فيك اخويا العمراني. تحيه لك اخويا المهدي، وتحيه للاستاذ ديالنا سعيد الزادوق اللي كنتمنى له الشفاء العاجل والعوده المحموده ان شاء الله. مبلغ. الله يكبر بك اخويا المهدي. اخويا المهدي شوف، تنقول اللي بغيت نقول لك هو انه اي انتصار للفريق الوطني المغربي اعتبره بما لا يدع مجال للشك انه هديه من الله عز وجل لجلاله الملك محمد الصالح، محمد السادس، هذا الملك الصالح اللي كنحبوه من قلبنا. اقسم لك بالله اخويا المهدي الى هذا الملك عندي عزيز واحد المعزه ما تخطرلكش لا على بال ولا على عقل. كنتمنى الله ينصروا على الاعداء وعلى الحاسدين والحاقدين اللي غادي يبقاو داخل او مرادفين لقمامة التاريخ ان شاء الله الرحمن الرحيم. وحاجه اخرى اخويا المهدي اللي بغيت نحيي مرضي الوالدين، السي وليد الركراكي المدرب الكوف، المدرب ذو الثقافه العاليه اللي كيشرف اي اطار وطني مغربي، وكنحيي جميع افراد لاعبي الفريق الوطني المغربي وعلى راسهم اخويا المهدي في طبيعه الحال الابناء البراره واللي كنفتخر بهم المصاويين ديالنا الكبار، لا سي رضا التساقناوتي ولا سي يوسف النصيري اللي خويا المهدي راه بدا في الماط عاد مشى الاكاديميه. وحاجه خويا المهدي وهو الابن البار لمدينه فاس والعملاق سي سيمبونو اللي ما كيقولها حتى شي واحد انه ابن شرعي لمدينه فاس، لانه ازداد بكندا ويتحضر من ابوين ينتميان للعاصمه العلميه. نعم هذه بزاف اخويا المهدي ما تيقولوهاش اخويا المهدي في محطات اخرى. لا ما كانتش معروفه، ربما غير ما كانتش معروفه. الله كيعرفوا اخويا كل شيء خاين المهدي، شتي خاين المهدي يكون شي لعاب عندهم في المحطه الاخرى غير دايز غير من المركب بنجل ولا مركب الوزير، ولا كيبقاو ساعه وهما كيهضروا غير البارح. والله القسم بالله غير البارح لا زين اناحي غير بمجرد ما بدا يهضر عليه قال لك تحيه لابناء لاله مريم. نعم. ما كونتر الا كان شي لعاب دلماس ما تيقولوش هاد الهضره. ما كنظنش واش يعني تقالت او تقال الكلام عن قصد، لانه الحمد لله المغاربه كلشي بحال كنحبوا فاس، كنحبوا مراكش، كازا،
كل المدن بحال بحال الحمد لله مغربي مغربي بغض النظر على الاصل منين واش فاس او مراكش او ما الى ذلك من المدن المغربيه اللي كتبقى كلها عزيزه على قلوب كل المغاربه. شكرا لك العمراني من مدينه فاس. وانتقلوا لايطاليا عند فؤاد. فؤاد مساء الخير. مساء الخير، تحياتي لك اخي المهدي وتحيه الاخت مستقبله المكالمات جميع مستمعي ومستمعات راديو بليس. نعم، اولا بالنسبه للاعبين المغاربه فهم كلهم سواء كانوا من فاس او من مكناس او من مراكش كلهم تيلعبوا تحت رايه وحده تحت شعارنا الخالد. نعم. الله الوطن الملك. نعم. ما عندناش فرق، اهم حاجه هو اننا رفعنا اللاعبين والمنتخب الوطني رفع الرايه الوطنيه في الاعلى وكل شيء ولا كيتحدث عن المنتخب الوطني وعلى المملكه المغربيه الشريفه. نعم. وكنبغيو نشكروا يعني جميع الاباء والامهات المهاجرين اللي كيزرعوا في وليداتهم المغاربه كيزرعوا فيهم داك التمغرب التمغربيه. يعني فاش كتلقى واحد الاسره عندها وليداتها وكتسهر عليهم وإلا كانوا كيمارسوا واحد الرياضه ولا ديك كيتمنوا انهم في المستقبل دائما يلعبوا تحت الرايه المغربيه بالرغم انهم هنا كتكون يعني كتكون اغراءات كتكون بعد المسائل احيانا كتكون خارجه على الرياضه كتكون خارجه على الرياضه. وبهذه المناسبه انا نوجه واحد يعني واحد الصحيفه اللي هنايا في ايطاليا اللي هي صحيفه معروفه لا غازيتا اللي هضرات على ان المنتخب المغربي هو منتخب اوروبي وان الجامعه قامت بضخ اموال في حسابات اللاعبين من اجل اللاعب تحت الوطن تحت القميص الوطني. فهاد الناس هادو راهم غالطين، هادوك الوليدات راهم اختاروا المغرب طوعا حبا في الوطن حبا في الشعب المغربي، ما بغاو لا فلوس ولا حتى شي حاجه. ومازال ان شاء الله غادي يجيو وليدات وحدين اخرين سواء من اسبانيا او ايطاليا او فرنسا دائما من اجل المنتخب الوطني ومن اجل الشعب المغربي ومن اجل صاحب الجلاله الرياضي الاول في المملكه المغربيه. وشكرا لجميع الناس اللي سهرت على هذا الانجاز هذا. كنشكروا السي وليد، كنشكروا السي الحباشي، السي امزين، السي رشيد بن محمود، الطاقم الطبي على راسهم السي هيفتي وجميع المكونات من حامل الامتعه الى السي الركراكي. كنقول لهم شكرا شرفتمونا. كيف ما كانت النتيجه ديال غدا السي المهدي كيف ما كانت بغات تكون النتيجه فاحنا نرفع لهم القبعه وكنقول لهم شكرا انكم شرفتوا الرايه المغربيه وشرفتوا الكره العربيه وشرفتوا الكره الافريقيه. ونتمنى ان شاء الله مزيد من التالق ونتمنى هذا الانجاز هذا اللي حققه المنتخب الوطني المغربي يستثمر على ارض الواقع في المغرب. نتمنى نشوفوا بطوله مغربيه ديالنا تتطور اكثر واكثر. ونتمنى من المسؤولين على الفرق الوطنيه انهم يعطيوا فرص اللاعبين القدامى اللاعبين الدوليين القدامى الشباب يعطيهم فرصه. ما اذا كان غادي يجي واحد المدرب، حنا ماشي ضد الاجنبيين، ولكن اذا كان السين هذه غادي يجي واحد المدرب اجنبي اللي ما غاديش يعطي الاضافه للكره المغربيه وما غاديش يعطي الاضافه لذاك الفريق اللي غادي يشرف عليه بلاش. من الاحسن نعطيو فرصه لوليداتنا صحيح ونعطيو الثقه للمدربين امثال وليد الركراكي لانه نعطيو الثقه للاطر الجديده في مجال الكره. بالنسبه ملي كنتكلم على الاطر الجديده يعني بالنسبه للانديه ديالنا في البطوله خصها تبقى تثق في الاطر الجديده اللي بانت الان في مجال كره القدم كاطر كفؤه وكثيره. امثله عديده، كاين امثله عديده من المدربين اللي ممكن انها تاخذ فرق وتنجح معها. وخير دليل خير دليل السي المهدي، نشوفوا مشيو غير الفريق المغربي الفاسي، نشوفوا السي عبد الرحيم شكيليط اللي جا حقق ثلاثة الانتصارات متتالية ما حققوهاش مدربين كانوا قبل منه اللي بقاو مع الفريق سنتين وما حققوش هذا الانجاز هذا. كذلك مع فريق الوداد الفاسي، شوف دابا سي شاكيب جيار النتائج اللي كيحقق مع الوداد الفاسي. انا يعني نعتمدوا على المدربين الشباب، نعطيهم فرصة نثقوا فيهم ونخليهم يخدموا، راه هما اللي غادي يمشيو بالقاطرة ديال الكرة الوطنية المغربية. صاحب الجلالة راه عطى واحد الرسالة، لو يستعبوها المسؤولين راه حنا ما نبقاوش نخيروا في ذاك كاس افريقيا ولا غادي. راه حنا خصنا ديما ان شاء الله، ماشي حنا دابا حققنا انجاز وباش نمشيو لكاس افريقيا ما نديروا والو. دابا من دابا خص المسؤولين على الكره المغربيه يشوفوا بان الكاس
إفريقيا ديال اللي غادي تقام في كوت ديفوار تكون عند تكون عندنا تكون في الخزينة ديال المنتخب الوطني. نعم. وشكرا لك السي المهدي وشكرا لجميع المستمعين والمستمعات وتحية طيبة لكم. شكرا لك فؤاد من إيطاليا. نعود للمغرب إلى مدينة مكناس. عبد الكريم من مكناس انتقلوا الأكادير إلى سعيد من أكادير. مرحبا. شكرا الأخ المهدي والطاقم البرنامج. مازال كنعيشوا على واقع الحلم اللي كيتحقق يوم بعد يوم. وهنا في أكادير عشنا واحد نهار السبت على واقع الفرحة اللي عاشتني في المملكة كلها. وما صدقناش هاد الإنجازات اللي كيديرهم الفريق الوطني، بحيث أنه ليلة الأحد صباحة الاثنين كانت واحد الهزة أرضية هنا في أكادير. يعني على وقع ذاك الحلم نفسي ذاك الهزة ما صدقناش تلغد لي تلصبح هذا عرفنا باللي إنه وراء هزة أرضية. على أي حال الإشعاع اللي راه تنجز فيه الفريق الوطني مشرف للغاية، وكيبين على أن الرياضة ككل عندنا في المغرب كنعيشوها كما كيعيشوها الدول اللي عندها تاريخ في هذه الرياضة كرة القدم ودول متقدمة. إذا حتى احنا راه يعني عندنا يعني إشعاع في هذه الرياضة هذه، وكان وهذا الإشعاع هذا ما ليس إلا قيم من القيم الانسانيه اللي كان افتخروا بها في المجتمع المغربي. نمشي للمباراه ديال غدا ان شاء الله. مباراه كنتمنوا اننا غدا نشاهد مباراه عاوتاني تكون مباراه اللي يكون فيها جميع المعطيات اللي بينها الفريق الوطني، من التركيز البدني، التركيز الذهني، التركيز التكتيكي النفسي ديال المجموعة ككل. نعم. واللي لاحظت إن شاء الله غدا فرنسا، هذا الخصم ديال فرنسا اللي غنعتبره حنا كخصم بحال البرتغال وإسبانيا. تيلعب عنده واحد تنظيم تكتيكي محكم أكثر من البرتغال وإسبانيا، حيث أنه المباراة اللي لعب هو مع إنجلترا ومع بولندا راه هذوك الفرق راه تيلعبوا بحالنا نفس النهج التكتيكي 4-1-4-1، ولكن كانوا هناك بعض الهفوات في هذه الخصوم اللي تمكن الفريق الفرنسي باش يستهزفهم خاصة في الوسط. راه إلا لاحظنا في هذوك المباريات بجوج الفريق الفرنسي تفوق في الوسط، فضلا على أن الرباعي الهجومي ديالو راه من أقوى الخطوط الهجومية في الدورة. ولهذا حنا إن شاء الله إلا تفوقنا في الوسط، هذاك اللاعب خاصة شواميني راه هو مفتاح اللعب، هو صاحب الحلول. لانه هذاك الرباعي من غير هذاك التوامين وهذاك الدور اللي كيلعبوا في الوسط راه في هذوك المباريات اللي فازوا فيهم راه ما كانت واحد الرقابه ديالو. هذوك لي زاتاكون دو بوينت، هذاك هاريكين ولا هذاك ديال بولندا سميتو ليفاندوفسكي، راه ما كانش كيدي ادوار دفاعيه، كيبقى بوحدهم وتيخليوا هذاك التوامين حداهم، يعني حراسة المنطقة ما كانوش كيديوها. ولذلك حنا إن شاء الله نتمنى، ولكن حنا عندنا ثقة كاملة في المدرب وليد الركراكي أنه الأمور غادي يكون عارفهم، وهذا يعني إحكام الوسط، وعندنا الإمكانيات ديال اللاعبين ديالنا راه تزنا من هاد مروا باختبارات عديدة في نهاية كأس العالم. وكما قلتي يعني المنتخب الفرنسي نقاط القوة ديالو فهي معروفة، والأكيد أن وليد الركراكي والفريق الوطني عارف نقاط القوة ديال المنتخب الفرنسي. أيه في الخط الهجومي. لذلك الخط الهجومي هو فرض راسه. نعم. أقوى خط هجومي. ولكن احنا المفاتيح ديالو اللي خصنا نلعبوا عليهم باش إن شاء الله يكون عندنا تفوق تكتيكي وتفوق في التمركز وتفوق في التنظيم. نعم. الدفاعي ديالنا، احنا الدفاعي ديالنا راه عندنا فيه تجربه، راه الحمد لله الخط الجدار ديالنا راه ما فيه ما تقول، يعني الخط يعني الرباعي من اظهره ومن من من المحور راهم قايمين بالشغل ديالهم، وان شاء الله نشوفوا هذه المباراه بكل روح رياضيه، ونتمنى وان شاء الله نتخطوا هذه المباراه باش نفكروا في المباراه النهائيه ان شاء الله. هذا ما كان استاذ ان شاء الله. شكرا لك. طبعا نتمنى التوفيق للفريق الوطني المغربي. لحظات ناخذ المكالمات الاخرى، او قبل ذلك نمشيو للفاصل الاعلاني ونواصل.
نواصل مع المستمعين الكرام طبعا دائما برنامج صدى عفوا برنامج نقاش في الرياضه مع المستمعين ونواصل استقبال مكالمات المستمعين الكرام. مصطفى من مدينه مراكش مرحبا والحديث دائما عن مباراه المنتخب الوطني المغربي لكره القدم امام نظيره الفرنسي. مرحبا مصطفى. السلام عليكم سي ميدي. وعليكم السلام. تحية خالصة لكم والطاقم التقني وكنتمنوا الشفاء العاجل سي سعيد وكنتمنوا حظ اوفر ان شاء الله في المباراة ديال غدا ان شاء الله مع المنتخب الفرنسي. وانا بعد المحللين قالوا بانه المنتخب المغربي مفاجأة. انا كنظن العكس مش مفاجأة وانما تأهل عن جدارة واستحقاق. اذا لاحظتي معايا سي مهدي المنتخب ديال ايطاليا كان كاس بطريقة اللي لعب بها المغرب. كان المباريات كلها كيدافع كتسالي المباراة بواحد زيرو أشواط إضافية. أنا كنشوف بأنه المباراة ديال غدا إن شاء الله هي غتكون صعيبة مصعيباش. وكنتمنى أنه يكون جمهور في نهار يكون جمهور المغرب. نعم. وحتى اللعابة كلهم تبارك الله عليهم كنشكر مسيو ركراكي وكل شيء دار المجهودات ديالو وحتى الناس الاحتياطيين اللي ما تعطاتهمش فرصه باش يلعبوا راه كنظن انهم ساندوا خوتهم وكل شيء قام بالواجب ديالو. نعم. وحتى وليد راه قال بانه هو عنده 26 لاعب في اللائحه. كل شيء مهم بالنسبه ليه وما غيدخل ان شاء الله غير اللاعب الجاهز 100%. وما نساوش هادي الناس اللي اللعابه اللي لعبوا وما تحتش فرصه انهم يسجلوا ويقوموا بشي مباراه والجريبه. وكنتمنى ان شاء الله يكون خير ان شاء الله وكنتمنى ان شاء الله غادي يفوز ان شاء الله المنتخب الوطني ان شاء الله ان شاء الله النهائي ان شاء الله ان شاء الله. هادشي اللي كنتمناو عند التكتيك السيم هذه اللي كتلعب به فرنسا انا كنظن جاتني المباراه ديال البرتغال والمنتخب البرتغالي صعيب على فرنسا والناس المحللين غادي يعرفوا شنو كاين. نعم. انا جاتني البرتغال منتخب البرتغالي والمنتخب الاسباني كنظن انهم صعاب على المنتخب الفرنسي. نعم. والله تعالى يعلم وكنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله. نعم. شكرا لكم السي مهدي وشكرا للطاقم التقني ونتمنى ان شاء الله نسمعوا شي خبيرات زوينه ان شاء الله غدا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك مصطفى من مدينه مراكش. صحيح طبعا المباراه ديال البرتغال صعيبه وكذلك المنتخب الاسباني ولكن كذلك فالمقابله ديال فرنسا عندها الصعوبه ديالها ولكن المهمه طبعا ليست مستحيله لان المغرب ايضا له من القوه وله من المؤهلات ومن القدرات ما تجعله يكون غدا ان شاء الله في الموعد ويتجاوز المنتخب الفرنسي. الى سعيد من مدينه الدار البيضاء. سعيد مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله عليكم اخويا والله يبارك فيكم نشطوا هذه الحلقه وبارك الله فيكم. مرحبا. وانا حتى انا كنطلب ان شاء الله التوفيق للفريق الوطني المغربي غدا باش ان شاء الله يكون بنتيجه مزيانه ان شاء الله. وكنعاود نطلب منك باش نطلبوا الشفاء للاخ ديالنا سعيد زادو ان شاء الله. بارك الله عليكم. اوكي يعني ما نزلت برد خفيفه وان شاء الله يكون بخير ان شاء الله. ان شاء الله الله يشافيه ونطلبوا الشفاء حتى لسي محمد التيمومي حيت شفتو حتى هو في المونديال بالكروسه اول مره كنشوفوا بهذه الطريقه كنطلبوا ليه الشفاء. نعم. في هذا البرنامج ديالكم ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله. والله يحفظك اخويا شكرا. شكرا لك سعيد من الدار البيضاء. ننتقل الان لمدينه الصويره. عادل. عادل مساء الخير. مساء الخير اخويا مهدي لاباس عليك. الله يبارك فيك. كلشي مزيان. الله يحفظك. اولا كنبغي نلقي التحيه ليك ولسي سعيد. سي سعيد. صراحه انا من المتتبعين لهذا البرنامج دائما. علاش؟ لانه سي سعيد دائما التحليلات ديالو المنطقيه تبارك الله دائما ما يصيب. نعم. ومن جهه اخرى كنبغي نشكر اللعابه وكنبغي نبارك للشعب المغربي هذا التأهل التاريخي. وبغي سي مهدي بغيت نوجه واحد الرساله فقط للاعبين ولو انهم عارفين هذه المسائل هذه بغيت نقول لهم باننا وصلنا واحد ما كناش كنتوقعوا اننا غنوصلوا نصف النهايه. كان اكبر طموح ديالنا اننا نوصلوا للثمن النهائي مثلا الدور الثاني لكن دابا الطموح ديالنا كبر والحلم ديالنا كبر.
نعم. وصعيب جدا كما قال والد الدراري قبيله في الندوه قال لك صعيب جدا باش انك توصل لهذا البلاصه مره لهذا الدور مره اخرى 40 عام ولا 50 عام ولا اكثر. نعم. يبذلوا مجهود ويثقوا في الامكانيات ديالهم كما ثقوا فيهم في مباراه البرتغال ومباراه اسبانيا وقادرين قادرين ان شاء الله اننا باش نوصلوا للنهايه وعندنا حلم كبير هذا العام كبر هذا الحلم هذا اننا لما لا علاش لا نهزوا هذا الكاس. نعم. وشكرا لكم وتبارك الله عليكم وخلوا شكرا لك عادل والجميل انه يعني المستمعين الكرام والجمهور المغربي دائما متفائل ويثق في مؤهلات الفريق الوطني المغربي وهذا نوع ايضا من التشجيع والمؤازره والمسانده للفريق الوطني المغربي الذي سيكون غدا على موعد مع التاريخ عندما يواجه المنتخب الفرنسي وننتقل الان الى الجديده عند نوفل. نوفل مساء الخير. مساء الخير خويا مهدي كي داير خويا بخير الله يبارك فيك نعطيك تحياتي تحياتي للطاقم لكم واحد الشيء الضغط وهذا من بين النجاح ديال الاذاعه ديالكم تشرفني اليوم اول مره نهضر في اذاعه رسالتي اليوم ولا الكلام اللي بغينا نهضر به اليوم هو اكثر من القيمه اللي نقدو حنا نحصلوا بها بهذاك البوديوم اللي هو التيتر اللي غيبقى غدا ولا بعد غدا مسجل في التاريخ لما لا ان شاء الله يكون من الحوزه ديالنا. نعم. بغيت نهضر عليه اليوم هو ما اكبر هو اليوم تنشوفوا ثقافه داخله تتلعب في التيران تنشوفوا اخلاقيات تنشوفوا ان العالم كامل تيتفرج علينا اللي هما الاوروبيان المسلمين العرب الافارقه يعني تولمو تيشوفوا كيفاش الامور تجرى في التيران بهذيك العزيمه وبالاخلاق ديال الشباب ديالنا اللعابه وكذلك ملي تنشوفوا هذاك الجمهور كيفاش الوالدين ديال هادو الوالدين ديال اللعابه تيجيو تيساندو كما تيقولوا الله يرحم من ربك يعني اكيد ان هادوك الامهات وهادوك الاباء اللي مشاو خلاو عدد الابناء لانه باش يستغني انه يلعب في واحد الفريق اللي هو كبير وعنده اسم ويجي يلعب الوطن ديالو اللي هو واحد البلد اللي يعني ما فطر نمو هذا يعني شيء كبير يعني هذه ثقافه ربوا عليها الاباء الابناء ديالهم يعني تحيه جميع الاسر بعدا اللي كاينين في المهجر. حنا اليوم تنهضروا على الطاقم تنقولوا ناخب وطني راه ما يكفيش انك تكون ناخب وطني وتكون عندك واحد القدره ولا يكون عندك واحد المستوى لان واحد الوقيته كان عندنا اوسكار فيلوني جا خدم مع الرجاء الوطني ولكن خلق مع الرجاء الرياضي نعم مع الرجاء الرياضي وخلق واحد الجو يعني هنا تشوف ان المدرب اليوم ما يكفيش انك تكون لاعب الكره قد ما تكونش لاعب كره ولكن تكون قاري اجتماع ولا علم النفس وتكون عندك واحد المستوى عالي ديال الكومينيكاسيون تتقدر واحد المنظومه وتدخل في الاجواء الكرويه. اليوم عندنا واحد الناخب وطني تنشوفوا اللغات اللي تتكلم بهم تنشوفوا الطريقه ديال الحوار تنشوفوا الرسائل اللي توصلهم. اليوم الوالد الركراكي وهاد اللعابه والوالدين ديالهم اعطوا دروس دروس كبار كبار من هذاك البوديوم. الجيل اللي اليوم داخل على على العالم الرياضي خصو ما ينساش ان كاين واحد الكوتي اخرى ديال الثقافه كوتي اخرى ديال الكومينيكاسيون. صحيح. اليوم انا غنشوف واحد الناخب وطني تيحصل على واحد المبالغ وتيجي تيكون يعني ازي في الحياه ديالو يمكن انت تمشي تسعى انك تدرب واحد الفريق وتسعى انك تكون عندك حقه واحد لاكارت باش انك تدرب ا ولا بي ولا كيلكو سوا ما عنديش يعني كونيسونس كبيره ولكن انت ما تهتمش باللغات يمكن نعم. انت اللغه الاولى عندك اللي هي تتهضر بها العربيه وباقي تدير فيها اغلاط وكذا يعني هنا نصيحه لهذا الجيل اللي جاي ولا الناخب الوطني اللي تنتمنوا منه الخير واكيد كاينين كفاءات انهم يخدموا على حوايج اخرى يخدموا نعم. على العلوم اخرى اللي علوم الاجتماع ولا نعم. النفس ولا لا كومينيكاسيون راه ما يمكنش اليوم غيجي عندك وهذا الشيء مهم داخل في اطار تكوين المدرب الحالي ديال الوقت الحالي انه المدرب المحترف خصو يكون ملم بجميع الامور اللي ممكن انها تساعده في المشوار ديالو كمدرب. الرساله ديالك واضحه الاخ نوفل من المدينه الجديده لانه كاينين يعني مستمعين اخرين كينتظروا الدور ديالهم. تفضل بإجازة الله يخليك. اجعل هاد الاخوان هادو فيهم الخير والله يوصلهم لذاك الشيء وذاك الشيء اللي ناويين واللي فيه الخير لجميع الامه ديال المسلمين. نعم. شكرا لك نوفل من المدينه الجديده. من الجديده انتقلوا لمراكش الى فرح. فرح مساء الخير. اهلا
اهلا خويا، كي داير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. دايره صحه؟ كي دايره جي بلس كامل؟ الله يحفظك بارك الله فيك. ومبروك علينا، ومبروك علينا. علينا وعليك. وحنا راه فرحانين ومراكش جلبش. والله يدوم ما فرحة ان شاء الله. يا شوف شوف اخويا، اقسم بالله وعقل على هذه القسم اللي قسمتك فرح الى الكاس ديال المغرب ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله. شوف انا عندي واحد الثقه كبيره في الله عز وجل، هذا راه نصر من عند الله سبحانه. نعم. هذا راه نصر من عند الله، راه الله نصرنا وباقي غادي ينصرنا وباقي غادي نديو الكاس. وعقل على هذه الهضره اللي قلت لك اخويا. وراه شوف عرفتي هذا الشيء اللي وقع ديال الكره فكرني بالحسن الثاني الله يرحمه، فاش خطب على المسيره وفاش كانت القافله ديال المسيره غادي للصحراء، كان واحد لجو وحق الله يا خويا الا شابيه. الله شاهد عليا شابيه بهذا الجو ديال الكره. نعم. كان جو رباني 350 الف واحد هز القران الكريم في يديه وغادي للصحراء. نعم. وانا المنظر اللي شفتو في التيران وشفت كلشي كيطلب الله وشفت كلشي كيبكي وشفت هذا الشيء، راه الله نصرنا اقسم بالله والنصر باقي جاي. النصر. نعم. ديال المغرب جاي 100%. وعقل عليا وقول لخديجه ما راهي تعقل عليا هي راه عقل عليا. والله انت كنت نقولوا لسي داري الصباح خضري وما ما فهمنيش الحظ. نعم. واني تنقولوا لك اخويا اقسم بالله انا قلبي ماشي فرحان، قلبي راه تيفرفر بالفرحه من دابا. تنقول لهم الكاس ديالنا. نعم. الكاس ديال المغاربه ان شاء الله، لان نصر الله النصر ديال الله كاين وباين. نعم نعم. الله يحفظك اخويا. شكرا لك فرح من مدينه مراكش اللي متفائله ايضا بحالها بحال كاع المواطنين والمواطنات اللي كينتظروا خير ان شاء الله من المقابله ديال يوم غد ان شاء الله امام المنتخب الفرنسي. نرجعوا للدار البيضاء عند يوسف. يوسف مساء الخير. سي مالك كي داير سيدي؟ الله يبارك فيك. شي بخير. الله يحفظك. تحيه ليك وتحيه للاخت المستقبل المكالمات. تحيه متبادله. تنتمنوا الشفاء العاجل لسي سعيد ان شاء الله. وتنقدم التهاني ديالي بهذه المناسبه لفوز المنتخب المغربي. وراحنا فرحانين بزاف. وعاد واحد المعلومه، واحد قبيله واحد السيد قال لك بان بونو راه ولد فاس. بونو ماشي ولد فاس. وعلى اين هذه الامور هذه ما بغيناش ندخلوا فيها. شوف الحمد لله حنا كاملين ابناء هذا الوطن، ابناء المغرب الحبيب. انا ما بغيناش ندخلوا في هذه المساله يكون ولد فاس او ولد كازا، ما عندناش مشكل حنا. نعم. هو من تاونه الاصل ديالو. نعم. باه من تاونه. اييه. نعم. وتقدموا التهاني ديالنا للمنتخب وراحنا فرحانين. وهذه المناسبه كنزيدوا نطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا باش نفوزوا على المنتخب الفرنسي غدا ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. الى مشينا بهذه العزيمه هذه ان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير. ان شاء الله خير. أيه يوسف من الدار البيضاء. كنشكرك يوسف من الدار البيضاء للرباط عند محمد امين. محمد امين مساء الخير. وعليكم السلام. نور اخويا كل شيء بخير. الله يبارك فيك. تحيه للطاقم كامل ومستقبلات المكالمات. مرحبا. انا عندي واحد التدخل بسيط اخويا، يعني هاد الفرحه اللي يعني اللي فرحانين كاملين وكذا، يعني شو سبحان الله مكتفلنا انه يفرح معنا مدرب ولد بلادنا. هذه هي الحاجه اللي انا عجباتني، يعني كنت يعني كنتمنى ان تكون هاد الفرحه مي مع ولد بلادك. راك شتي كينقز وكيفرح، ماشي بحال المدرب غيكون براني على البلاد واخا يفرح ما غيفرحش معاك كما السير كراكي. هذا هي التدخل اللي عندي انايا، وراحنا كلنا ورا الاسود والله يسهل عليهم هادشي اللي كاين. نعم. اذا شكرا لك محمد امين مدينه الرباط. ننتقلوا الان لفرنسا باريس. مرحبا ابراهيم من باريس. السلام عليكم ورحمه الله. دونك كنحييكم من النواحي ديال باريس وكنشكركم على البرنامج ديالكم وعلى هاد المتعه اللي كتشاركوا معنا. اخي احنا كنهنيو المنتخب الوطني اللي رفع الراس ديالنا عالي في اوروبا وفي جميع انحاء العالم، وفخر كبير كنشوفوا الوليدات اللي هما مشاو من اوروبا ومن اسر مغربيه اللي نقلات هذه التربيه وهذا الحس ديال المواطنه اللي هو كبير، واللي هي جات فرصه بان هذه الوليدات هادو يبينوا للعالم كامل ويبينوا الام المغربيه والاسره المغربيه، خاصه الام اللي كتواكب هذه الوليدات وفي التداريب اليوميه ديالهم وكتديهم للتمارين وكتزرع فيهم ديك الروح الوطنيه. انا كنشوف وانا عندي وليد ديال 6 سنين
وبنيه ديال 12 عام نهار الماتشات بالتوني والوليد في التدريب ديالو حيت شغوف بكره القدم يعرف اللعابه ديال المغرب يلبس التوني ديال المغرب وفي التدريب ديالو ومع انني انا مزوج بفرنسيه اللي غادي يكون في المنزل عندي لقاء بين فرنسا والمغرب والوليدات مع المغرب وكنشجعوا المغرب وكنتمناو وانا عندي الثقه كامله في هاد الابطال هادو ان شاء الله انهم غادي يرفعوا راسنا رغم ان هنا في فرنسا التوقعات كبيره كترجح الكفه ديال فرنسا وهذا الشيء راه عادي بالنظر للتجربه ديال المنتخب الفرنسي ولكن عندنا ثقه كبيره هنا من الجاليه المغربيه هذا بالنسبه للفرنسيين الفرنسيين يعني كيرشحوا فرنسا للفوز على المغرب والمغاربه كيرشحوا المغرب للفوز على فرنسا هنا المغاربه عندنا ثقه كبيره في المنتخب ديالنا انه غادي يكون قد هذا التحدي هذا وغادي يحمر لنا الوجه ديالنا كما كنقولوا وحنا طايقين في هاد الوليدات وفي المدرب وليد الركراكي اللي اكسيبسيونيل 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 نعم كنتمناو ان شاء الله نشوفوا الفرحه على وجوه المغاربه كاملين وكما كيخرجوا بالملايين ان شاء الله تكون خرجه كبيره نعم. وبمقدمتهم جلاله الملك الله ينصروا ان شاء الله نعم اذا شكرا لك ابراهيم من مدينه باريس انتقلوا للمهدي ايضا من فرنسا من مارسي مهدي من مارسي مرحبا مهدي الو السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير سيدي مساء النور الله يبارك فيك راه حنا فرحانين بزاف بزاف هنا في مارسي وان شاء الله المنتخب مستحقة. الوطني ان شاء الله المنتخب الوطني غادي يفوز على فرنسا نعم وان شاء الله كرواتيا غادي تفوز على الارجنتين وان شاء الله غنتقابلوا مع كرواتيا في لافينال وغادي نغلبوها ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم تحياتي يا استاذ نعم تحيات متبادله وشكرا لك المهدي من مدينه مارسيليا بفرنسا من مارسيليا نمشيو لالمانيا عند عبد العالي عبد العالي مساء الخير السلام عليكم سي مهدي تحياتي وتحياتي لجميع الصحفيين الاكفاء في هذه القناه الجميله تحيه متبادله اخي الكريم نعم الله يبارك فيك ولا تذكروا راني كنت اتصلت قبل من المونديال وكانت عندي الثقه الكامله في وليد وقلت بانه غادي يحقق انجاز وهذا فقط يعني قراءه واقعيه للامور ما كانش زعما شي لان كاين باين بانه ما شاء الله عليه مربي في الخارج لاعب في الخارج عنده عقليه مغربيه لانه عايش في المغرب وعنده عقليه ديال الناس اللي كانوا عايشين في الخارج يعني وكوايرين وكوايرين وكثر من ذاك الشيء مدرب يعني فرق لويد يعني فرق جميل فكان طبيعي وقراءه منطقيه انه ان شاء الله تعالى يحقق انجاز وذاك الشيء اللي وقع مع العلم ان كثير من الناس كانوا كيقولوا ما نحرقوهش هكذا غادي يتحرق ولكن ما كانت ذاك الاراء ما كانتش مبنيه على الدراسه لانه شفنا كما قلت واحد التدخل اخر بانه كذا في رغم انه يدير او برشلونه اللي هي في المسؤوليه ديالها اكثر من اكبر من المسؤوليه ديال جميع من العديد ديال المنتخبات نعم. الكلمه اللي بغيت نتكلم عليها انا هنايا هو مساله الظاهره الجميله ديال العائلات مع اللاعبين وكذا نعم. وانا بغيت نرفع الحب على اول لاعب اللي كان هو المبادره منه هو حكيم دياش حكيم دياش هو اول لاعب من لاعب المغاربه اللي اظهر العلاقه الجميله ما بينه وما بين الام ديالو نعم. وهنا واحد الحاجه اللي ما ننساهاش انا بتاتا هو النهار فاش شفت احسن لاعب اياكس واحد العام ومشى ياخذ التروفي ديالو وطلع الام ديالو معاه البوديوم وعطاها الهدف قدام الصحافه الهولنديه بالحجاب ديالها رغم انه كيعرف هو عنده هو عنده التحدي في حكيم دياش عنده التحدي طلعها وقفها امام الصحفيين الاوروبيين الهولنديين وكذا ام تقليديه مغربيه بالحجاب ديالها وتحدى الجميع رغم انه معروف ان في اوروبا كاين حمله على الحجاب وكذا وحنا ان شاء الله هذه الفرصه دابا مع ماكرون اللي هو عاوتاني فرنسا ضد الحجاب وكذا والامهات المغربيه كاملين نمشي حنا ما هادشي ديما هذيك المساله يعني خيار شخصي لكل انسان لكن حنا والايجابي الايجابي في هذه المساله هو انه الدعم والحضن العائلي بجانب اللاعبين ديالنا في الديار القطريه لتشجيع اللاعبين لتقديم كل ما عندهم واهداء الجمهور المغربي نتائج وانجازات جديده لكره القدم المغربيه
في كاس العالم. وغادي نشكرك عبد العليم الالماني لانه ما بقاش عندنا وقت كثير وكاين واحد جوج ديال الناس او ثلاثه كيتسناو الدور ديالهم. شكرا لك. نمشي لباريس عند محمد. محمد مساء الخير. اذا محمد قطع لي الخط لحظات ونواصل مع المستمعين الكرام. طبعا المقابله ديال غدا ان شاء الله اللي غتنطلق على الساعه 8 مساء. فالمنتخب الوطني المغربي اليوم سيختتم الاستعدادات ديالو باجراء اخر حصه تدريبيه اليوم في الندوه الصحفيه اللي سبقات المقابله. فوليد الركراكي اكد ان المنتخب الوطني واللاعبين جاهزين لهذه المباراه وانه غدا ان شاء الله سيقحم التشكيله المناسبه لمواجهه المنتخب الفرنسي. والاهم بالنسبه لوليد الركراكي وانه اللاعب اللي غيدخل غدا لحمل القميص الوطني سيكون يعني جاهز 100%. ولحد الساعه باقي ما عرفناش يعني المصير ديال اللاعبين اللي كانوا تعرضوا للاصابه في المباريات الاخيره. اذا لنا كامل الثقه في المدرب والناخب الوطني وليد الركراكي في تدبيره لشؤون هذه المقابله امام المنتخب الفرنسي. اعطانا ثقه كبيره في المباريات السابقه بدايه بالمباراة أمام المنتخب الكرواتي ثم المقابلة أمام المنتخب البلجيكي فكذلك المنتخب الكندي والأداء الكبير أمام المنتخب الإسباني ثم إقصاء المنتخب البرتغالي في دور ربع النهائي. ناخذ آخر المكالمات الآن يعني لحظات وناخذ معنا آخر المكالمات مكالمة أو اثنين. ناخذ حميد. حميد مساء الخير. مساء الخير. اذا انقطع الخط او كنعتقد وصلنا للختام هذه الحصه المباشره من برنامج نقاش في الرياضه. شكرا لكل المستمعين الكرام اللي شاركوا معنا في حصه اليوم من هذا البرنامج. ونذكر من جديد انه اليوم نبت من جديد على زميلي سعيد زادوق الذي يغيب بسبب نزله برد خفيفه. وطبعا غدا ان شاء الله سنواصل معكم مستمعينا الكرام في المتابعه المباشره لنهائيات كاس العالم من خلال بث مباشر او تغطيه خاصه لمقابله المنتخب الوطني المغربي ضد ناظره الفرنسي بداية في برنامج نقاش في الرياضة من الثانية للساعة الرابعة وانطلاقا من الساعة السادسة والنصف أي قبل ساعة ونصف من المقابلة الهامة أمام المنتخب الفرنسي. شكرا لكم على حسن المتابعة. شكرا زميلي علي فوكيوس في الإخراج على مستوى منصات غاديو بلوس في مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا خديجة مراحي في الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.